فاتم المساء المشاهدين الكرام، وهذه أبرز عناوين المسائية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. وردود فعل دولية من مختلف أنحاء العالم للتعبير عن الحزن والتضامن إثر حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية بوصفها رمزا لفرنسا. وبمراكش افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، والمغرب يخلف السنغال على رأس المنتدى لمدة عام واحد. وبالرباط تنظيم الدورة الرابعة لمهرجان تبوريدا بمشاركة قوية لمجموعات نسوية أبدعت فيها فارسات من مختلف الأعمار. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ضمن اخر عرض اخباري لنهار اليوم مباشره من القناه الثانيه. بصهريج سواني بمكناس ترأس اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن افتتاح الدوره 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، والذي يعرف في نسخة هذه السنة مشاركة نحو 1500 عارض من 60 بلدا. نادية اليوبي وهذا الروبورتاج. هو موعد سنوي يمد اليوم جسره 14 مع الفاعلين في القطاع الفلاحي. افتتحه اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالصهريج السواني. المعرض الدولي للفلاحة انطلقت فعاليته اليوم بحفل سلم فيه ولي العهد العلامات المميزة للمنشأ والجودة على 4 فلاحين منتجين. الاعتراف بهذا البيان الجغرافي واحد قيمة إضافية للتمر، واحد في وعندها واحد أهداف سياحية اقتصادية اجتماعية، لأن هنا كتسمن المنتوج وكتزيد واحد قيمة إضافية للفلاح. المنتوج ديال التفاح هو المنتوج الأساسي في المنطقة، وكتمثل واحد النسبة كبيرة على الصعيد الوطني. علاش بغينا نرمزوها؟ باش تكون عندها الجودة وغتساهم في النمو ديال المنطقة. تنظم هذه الدورة التي تعرف مشاركة نحو 1500 عارض قدموا من 60 بلد تحت شعار الفلاحة رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي. معرض يقدم في أروقته منتوجات فلاحية مجالية ويعرف بمنتجي الأعلاف وتربية الماشية والمعدات الفلاحية. لا تيماتيك اللي اتخذت حتى هي عندها الأهمية ديالها، لأنه التشغيل ديال الشباب يعني في العالم القروي والإمكانيات المتاحة. فهذا المعرض إن شاء الله ننتظر العدد الكبير من الزوار، لأنه في أروقة اللي هي جد نشطة. المعرض الدولي للفلاحة في دورته 14 أقيم على مساحة 185 ألف متر مربع، تشمل 95 متر مربع مغطاة، ويضم 10 أقطاب موضوعاتية. والمعرض في يومه الأول شهد توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة من الدول، خصوصا ضيف شرف هذه الدورة سويسرا، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى تم توقيعها أيضا مع ألمانيا وعدة بلدان يتم بموجبها تقاسم تجارب هذه الدول وخبراتها مع المغرب في المجال الفلاحي. روبورتاج فتيحة أشهب وعبد الله دهنوش. هي مذكرة تفاهم وقع المغرب وسويسرا من أجل بلورة علاقات ثنائية من شأنها النهوض بالعلاقات المستدامة وسبل تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، فرصة سيتقاسم فيها ضيف الشرف سويسرا تجاربه في المجال مع الفلاحين المغاربة. توقيع هذه المذكرة تمثل فرصة للمغرب من أجل تقاسم الخبرات والتجارب مع سويسرا في المجال، ويجب أن لا نغفل أن المغرب لديه عدة شراكات تعاون بين سويسرا، ونخص الذكر هنا زراعة شجرة أرغان وزراعة الصبار من خلال شراكة مع مجموعة من الجمعيات والتعاونيات المختصة. أهم ما يمكن التركيز عليه هو تطوير النظام الغذائي، فنحن لدينا تجارب مختلفة سنعمل على تقاسمها والانفتاح على جميع التقنيات الحديثة في المجال مع المغرب.
Je crois que le plus important, c'est d'être ouvert à toutes nouvelles solutions, aux innovations. والمعرض في يومه الأول عرف كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وألمانيا، اتفاقية تطمح إلى عقد شراكة تعاون تخص المجال الفلاحي الغابوي. Meine Ministerin hat vor ziemlich genau einem Jahr hier. هذه المذكرة تمت بلورتها منذ سنة، ونحن نشيد بهذه العلاقة وهذه الديناميكية بين البلدين. إنها اتفاقية شراكة جد مهمة بين المغرب وأوروبا بشكل عام. اتفاقية سيتم تنزيلها عبر مراحل ولمدة 3 سنوات، وذلك للنهوض بالقطاع الفلاحي والمجال الغابوي بالمغرب. إدخال التكنولوجيات الحديثة على القطاع الفلاحي ببلادنا خطوة في طريقها إلى التطوير والتعميم. مثلا في إقليم بركان يسخر خالد الرمضاني وهو مهندس زراعي خبرته في خدمة فلاحي المنطقة من خلال استعمال الطائرة بدون طيار درون لالتقاط صور القطع الفلاحية وتحديدها جغرافيا وتحليل معطياتها بهدف معرفة أماكن الخلل وتصحيحها قبل الإنتاج. روبورتاج أسامة وفقير وعبد العلي عميرش. فلاحو إقليم بركان أشرعوا في تطوير قطاع الفلاحة بفضل طائرة درون. بعد معالجة الصور الملتقطة يتم تحديد مواقع الإجهاد المائي والمناطق التي تنمو فيها الأعشاب الضارة، ما يسمح بإنجاز تدخلات استباقية. من خلال هذه الكاميرا إن شاء الله غادي نعرفوا شنو الحوايج، يعني نقدروا نحدوا حتى البلاد ديالنا، نعرفوا لأن كاين شي بلايص اللي ما عارفينش لحد الساعة، ما عارفينش الحد ديالنا بالضبط، ونعرفوا الامراض اللي عندنا في البلاد. بالنسبه لكم سيدي، واش هاد الكاميرا ديال الدرون غادي تطور الفلاحه ديالكم؟ ان شاء الله هادشي اللي تمنينا، ان شاء الله مع المجهودات ديال السي الرمضاني غادي تكون الامور مزيان ان شاء الله، وغادي تحسن الامور، ومع المده غادي كاع الفلاحه غادي يعرفوها ويكتشفوها. وحنا هذا الدرون ينفعنا في الماء وفي المسائل الفلاحيه اللي كتهم الفلاح، في الماء وفي الجر وفي التسميد. التسميد حتى التسميد من يجيو يشوفوا هالمنطقه الاوراق ديالها عيانه، يجيو دوك الناس اللي مكلفين ويشوفوا لنا لي زاناليز واش تيخص لهاد الشجره. هذه الأداة الطائرة تمنح صورا أكثر دقة من صور الأقمار الاصطناعية، كما أنها تقوم في ظرف 4 ساعات بمهمات تتطلب في الغالب 3 إلى 4 أيام من المسح الطوبوغرافي. كنخدموا على حسب الطلب نتاع الفلاح، كاين الفلاح كيقول لك مثلا خدم لي تطبيق على لا ريكولت، نخدموا على لا ريكولت، كاين اللي يقول لك خدم لي على لي تريتمون، يعني اي دواء داروا ولا، يعني كاين نديروا في كل بارسل، كاين البارسل اللي فيه 2 كتارات 3 كتارات، نبغي نعرفوا شحال نتاع الدواء اللي درناه، شحال نتاع لي زونغري وشحال، كيكون هذاك الشيء متموقع يعني لوكاليزي. مي كيكون لوكاليزي يعني في اخر في لا ريكولت كنعرفوا كل بارسيل شحال خدا، شحال خدا نتاع الدواء، شحال خدا نتاع لي زونغري، شحال خدا نتاع هذا، وباش نعرفوا لا روسيت تاعنا واش هذاك البارسيل خصنا نزيدوا نقويوا له، واش عنده شي مشكل نتاع لي زونغري ولا نتاع الدواء ولا. المغرب بات يتجه بشكل متزايد نحو استعمال التكنولوجيا الحديثة بهدف مساعدة الفلاحين، لا سيما في الوقاية من الطفيليات والأمراض التي تصيب النباتات ومعرفة الوقت المناسب لزراعة البذور. دوليا، وفي ردود الفعل المسجلة حول الحريق الذي اندلع أمس في كاتدرائية نوتردام بباريس، جلالة الملك محمد السادس بعث ببرقية إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أعرب فيها عن دعم المغرب وتضامنه مع فرنسا بعد هذه الكارثة التي تولت أيضا ردود الفعل بشأنها من مختلف أنحاء العالم للتعبير عن الحزن والتضامن إثر حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية بوصفها رمزا لفرنسا. مبارك الإبراهيم. أولى ردود الفعل على الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام دو باري جاءت من داخل فرنسا، فالمدعي العام بباريس أعلن أن التحقيقات في أسباب الحريق انطلقت على أساس فرضية الحريق العرضي، وأكد أنه لا شيء يعطي الانطباع بأنه حريق متعمد. سكرتير الدولة في الداخلية أوضح أن التساؤل المطروح ومعرفة كيف يمكن لهذا البناء أن يصمد، لكن الرئيس الفرنسي أكد عكس ذلك وقال الأسوأ تم تجنبه ولكن المعركة لم تنتهي بعد.
إعلان الدعوة إلى تنظيم حملة للتبرعات لإعادة بناء الكاتدرائية لقي استجابة فورية. الملياردير الفرنسي فرانسوا ريبينو وعد بمنح 100 مليون أورو، وتعهدت مجموعة LVMH بتقديم 100 مليون أورو. دوليا يسود العالم شعور بالحزن والأسى على فقدان مأثرة دينية ومعمارية تضرب في عمق التاريخ. في هذا السياق أعرب الفاتيكان عن حزنه لاحتراق الكاتدرائية الفرنسية، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خطورة الحدث. نوتردام تعتبر على مر التاريخ رمزا لفرنسا وثقافتها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح إفادة أفضل المتخصصين الروس للمساعدة في إعادة بناء الكنيسة. عائلة بريطانيا الملكة إليزابيث عبرت عن حزنها في رسالة خطية للرئيس الفرنسي. أجراس كنيسة وستمنستر خرعت في الساعة 4:43 بتوقيت غرينتش. الرئيس الصيني وصف من جانبه الكاتدرائية الفرنسية بكنز رائع للحضارة الإنسانية. أودري أزولاي مديرة اليونسكو أكدت دعمها لفرنسا في مصابها وعبرت عن استعدادها لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن. كاتدرائية نوتردام دو باري كانت إلى الأمس مصدر إلهام لكتاب كبار في عصر الأنوار وما بعده، على غرار فيكتور هوغو في كتابه النار 1831 وشعراء على غرار لوي أراغون. تأثير نوتردام دو باري امتد إلى الأعمال السينمائية والموسيقى الكوميدية والرسم أيضا. وفي الجارة الشمالية إسبانيا أعلنت اليوم الشرطة أن إنذارا بوجود قنبلة أدى إلى إخلاء برج يضم 4 سفارات كان خاطئا، ويتألف المبنى من 57 طابقا ويبلغ ارتفاعه 235 مترا ويقع في شارع يعبر العاصمة مدريد من الشمال إلى الجنوب. وفي الجارة الشرقية الجزائر رمز آخر من رموز النظام يقدم استقالته اليوم، ويتعلق الأمر بالطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري والذي كان تنحيه مطلبا من بين مطالب الحراك الشعبي المتواصل في ربوع الجزائر. خالد نشتي. الشارع الجزائري لا يهدأ ولا يستكين، غليان رغم تواتر الوعود والبيانات. فوسط العاصمة تجمع آلاف الطلاب الجامعيين مرددين سلمية سلمية، رغم الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي لم تنجح محاولاتها في إبعاد المتظاهرين عن ساحة البريد المركزي التي تعد الميدان الأبرز للاحتجاجات منذ فبراير الماضي. تانيك البن صالح مامسي راك تستمر في سياسه القمع ديالك، بصح عارف بليك حنايا هي اللي هاد السياسه اللي تزيدنا اصرار ونزيد نخرجوا بالاربعه بالخميس بالجمعه بالسبت بالحد الاثنين. احتجاجات الطلاب الجامعيين انضم اليها اساتذه التعليم العالي، ورددوا جميعا شعارات تطالب باحداث تغييرات جذريه في البلاد وبرحيل كل رموز النظام. احنا نخبة المجتمع خرجنا اليوم باش نقولوا لا للبدوي ولا للبلعيز ولا لبن صالح ولا لبوشارد لا للباءات الأربعة ولا لرموز النظام، فسدتوا لنا البلاد خطونا يتنحوا كاع بإذن الله وتحيا الجزائر. لا لبن صالح لا لبدوي لا لبلعيز، يسقط النظام، يسقط البدوي وبلعيز، ديكاج لي طروابي، خلي الشعب يعبر عن إرادته. ويبدو أن هذه الاحتجاجات قد حققت بعض أهدافها وانتهت إلى بعض ما انطلقت إليه بسقوط أحد الباءات الأربع. فصباح اليوم شهد أيضا تقديم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقالته رسميا دون أن يذكر أسبابه أو يلقي معاذيره. على هامش أشغال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة في شمال إفريقيا والعالم العربي. وفي المغرب تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية المختصة
من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في السطو على مبالغ مالية من حسابات بنكية ممسوكة لدى مجموعة من المؤسسات البنكية الدولية، وذلك باستخدام تقنيات وبرامج معلوماتية خبيثة وبالتواطؤ مع مجموعة من مستخدمي مراكز النداء والمشبه بارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية هم 16 شخصا تم توقيفهم بمدن الدار البيضاء، مكناس، خنيفرة، وجدة، مراكش والحشب. وبمراكش انطلقت اليوم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة والمنظمة تحت شعار إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة. لحسن هبان والربورتاج. قبيل افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة يوم غد بمدينة مراكش انعقد اليوم لقاء جمع ما بين 500 خبير في مجالات التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية لوضع أرضية عمل مشتركة. ناقشنا التطور الذي تم تحقيقه وهكذا التحديات المطروحة على مدى 4 سنوات الأخيرة. اعتبر هذا اللقاء كذلك فرصة لبحث المرحلة الثانية من أجندة 2063 على المستوى القاري. هذه الدورة هي دورة للإعداد لما يقتضيه تنظيم بعض الأنشطة المختلفة الموازية لمناقشة عدد من المواضيع، خاصة ما يتعلق منها بمسار إعداد الدول الإفريقية لتقاريرها حول التنمية المستدامة. وسيشارك في هذا المنتدى المنظم من قبل المملكة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية عدة وزراء ومسؤولين من دول مختلفة. الدورة اليوم تتعلق بالإجراءات ومسار تقديم الدول الإفريقية لتقاريرها السياسية على أعلى مستوى، ويعتبر هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه مجددا مدينة مراكش محطة مهمة لإعداد إفريقيا لمنتدى السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة الذي سينعقد بمدينة نيويورك في شهر يوليوز المقبل تحت إشراف الأمم المتحدة. ومتابعة للموضوع تنضم إلينا اللحظة مباشرة من مراكش كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيدة نزهة الوفي. سيدتي، المغرب بصفته البلد المستضيف لهذه الدورة سيخلف دولة السنغال على رأس هذا المنتدى الإفريقي لمدة سنة، ما الذي تنوون تقديمه خلال هذه الفترة لأجل التنمية المستدامة؟ شكرا على الاستفادة. أولا أسركني أن أضع المشاهدين في السياق العام لانعقاد هذا المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة. ينعقد بحضور واد قوي، 20 وزير، أزيد من 1000 مشارك من الخبراء، مجتمع مدني وقطاع خاص، بالإضافة إلى أكثر من 43 دولة. اليوم المغرب وهو يخلف سيرأس المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة له مشروع عملي طموح لإفريقيا، على اعتبار أن 2019 وجب أن ننتقل من الالتزامات إلى الفعل، إلى مشاريع عملية أولا تحد من مكافحة من إشكالات حقيقية تتعلق بالآثار الخطيرة للتغير المناخي. اليوم إفريقيا كتعرف كلفة تقدر بجوج فاصلة واحد من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا فيما يتعلق بالتدهور المنظومة سواء البيئية التنموية، وهذا عنده علاقة بأهداف التنمية المستدامة بحيث لا يمكن الفصل بين الأهداف لتحقيق الأجندة 2030 المتمثلة بتفعيل 17 هدف في علاقتها بالتنمية، بالعدالة، بالإنصاف،
بالصحة خصوصا مكافحة الهشاشة بالمؤنث. لا يمكن أن نفصلها على الآثار وخيمة للتغير المناخي. وفي هذا الإطار المغرب له مشروع ورؤية متبصرة يحملها ويندر لها ويهندس لها جلالة الملك محمد السادس باعتبار الأولوية التي يعطيها إلى إفريقيا، وأيضا باعتبار مشاريع عملية يؤطرها المغرب من خلال تفعيل مجموعة من اللجان، لجان ثلاث التي تواكبنا أيضا تفعيلها عن طريق شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف. أهمية هذا اللقاء أيضا هو أننا سنعمل على نقل توصيات بصبغة تفوق السياسي التقني إلى السياسي، بحيث من خلالها وجب تسريع عملية ما يتعلق بتهيئة وإعداد البلدان الإفريقية لتفعيل وتنزيف أهداف تنزيل أهداف التنمية المستدامة. والمغرب أيضا الحمد لله له في هذا خطة، سواء فيما يتعلق بمواكبة هذه الدول عن طريق تقوية القدرات، عن طريق مركز الكفاءات للتغير المناخي، عن طريق أيضا الخبرة الوطنية، عن طريق أيضا الشراكات المتعددة المتنوعة مع الدول الإفريقية. سيدة زهر الوافي، نتمنى أن تترجم هذه التوصيات على أرض الواقع خلال هذه الرئاسة المغربية. بعجلة سيدة، هو أن هذا المنتدى في هذه السنة سيكون الحل للتنمية المستدامة من إفريقيا وإلى إفريقيا. نتمنى ذلك. سيدة زهر الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، كنت معنا مباشرة من مراكش، شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيحات. بالرباط، عقد اليوم وزير الداخلية اجتماعا بمعية عدد من الوزراء والولاة والكتاب العامين للمدن العتيقة بالمملكة المعنية ببرنامج إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وذلك لتنسيق وتنفيذ البرنامج. والتفاصيل ضمن روبورتاج عبد الحفيظ المنور والمولود زندي. اجتماع اليوم للجنة المركزية للقيادة والتنسيق الخاصة ببرنامج إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة بالمملكة يأتي لتتبع تنفيذ البرنامج في تفاصيله الدقيقة، وخاصة المحافظة على أصالة المدن المعنية بإعادة التأهيل. جلالة الملك نصر الله أعطى التعليمات ديالو بأن الترميم المباني التاريخية داخل المدن خص الدار وفقا لشروط معينة، من على الخصوص الطابع المعماري واستعمال المواد الخاصة كل مدينة على حدة، باش الترميم ديال هاد المعالم يكون كيف كان في السابق، ما يتمش تحريف ديال هاد المباني والخروج عن النسق العام ديال المدن ديالنا. هاد الشيء مع جاء من أجل توضيح هاد الرؤية. هاد البرنامج عنده أهمية خاصة بتعليمات صاحب جلالة نصره الله. الهدف هو كيفاش نحافظوا ونتمنوا واحد الموروث اللي هو شهاده على واحد الحضاره عريقه، على واحد التاريخ. البرنامج الذي كان اطلقه جلاله الملك يهدف الى الحفاظ على الاشعاع العمراني للمدن العتيقه باعتبارها موروثا لا ماديا ثمينا. تم يعني التنسيق ما بين القطاعات الحكوميه على اساس ان تكون هناك مقاربه شموليه تستحضر دائما الاصاله لهذه المدن، وكذلك الطرق والادوات التقليديه المرتبطه ببناء، وكذلك كل ما يتعلق بالهندسه المعماريه الاصيله. المدن العتيقه هي جسمنا الحضاري، جسمنا الثقافي، جسمنا الديني، وان الشواهد التي تحتوي عليها هذه المدن من مآثر ومباني تاريخية، سواء كانت مساجد أو كانت مدارس أو كانت فنادق أو كانت حمامات غير ذلك، هي التي تمثل جزءا من تاريخنا وتشهد عليه. ويأتي هذا الاجتماع لتكريس العناية الملكية بالمدن العتيقة بمختلف ربوع المملكة لرد الاعتبار لها وجعلها أكثر جاذبية وفضاء للعيش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي. الممرضون وتقني الصحة يخوضون إضرابا وطنيا اليوم وغدا باستثناء أقسام ومصالح المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم مسيرة وطنية انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط في اتجاه البرلمان. وأهم المطالب زيادة في التعويض عن الأخطار المهنية وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين ومراجعة شروط الترقية.
روبورتاج مريم أملال ويسر لطفي. مسلسل احتجاج الممرضين وتقني الصحة لا نهاية له، متشحين بوزراتهم البيضاء أضربوا اليوم عن العمل وتركوا مرافقهم الصحية، والوجهة كانت الشارعة للاحتجاج تحديدا أمام وزارة الصحة بالرباط لرفع المطالب من جديد، على رأسها إحداث الهيئة الوطنية للممرضين ومراجعة شروط الترقية. انصاف في التعويض على الاخطار المهنيه، بمعنى الرفع من القدر ديالها بالحجم اللي كيتلائم مع الاخطار اللي كنتعرضوا لها بشكل يومي، بما اننا من مقدمي العلاجات الاكثر التصاقا بالمريض وبالخطر لا داخل المستشفيات ولا خارجها اثناء النقل الصحي. كذلك مطالبنا هي ادماج الخريجين العاطلين اللي العدد ديالهم تيفوق 9000 ممرض. وزاره الصحه لحد الان باب الحوار مقفول، سنتين من النضال ابتدات بوقفات وإلى مسيرات واعتصامات، واليوم نخوض بالمواساة مع هذه المسيرة إضراب وطني لمدة يومين، ونحن مجبرون طبيعة الحال إضراب يستثني أقسام الإنعاش والمستعجلات وعيا بنا بحساسية هذه المصالح لدى صحة المواطن. جملة من المطالب رددتها خناجر الممرضين وهم متجهون صوب البرلمان، نقلناها لوزارة الصحة وردت بدورها بأن الحوار الاجتماعي القطاعي بينها وبين النقابة الصحية جار لحل نقاط الخلاف. فيما يخص إحداث الهيئة الوطني خاصة بالممرضين وتقنية الصحة وقابلت، فالمبدأ موافق المبدأ ديال الوزارة كاينة، خاصنا فقط نتفقوا على مشروع ديال الهيئة الوطنية. فيما يخص إدماج الممرضين اللي كذلك جا في الملف المطلبي، فأؤكد أنه هاد 2018 تم تخصيص 2900 منصب خاص بالممرضين سابقة في توظيف وزارة الصحة. مطالب يأمل أصحاب الوزارات البيضاء أن تجد للاتفاق والتنزيل سبيلا لإنهاء سياسة شد الحبل بينهم وبين وزارة الصحة والحد من وضعية الشلل التي تعيشها المستشفيات كلما احتج الممرضون. بعين خلوية نواحي الرباط نظمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان تبوريدا، والذي عرف بالخصوص مشاركة قوية لمجموعات نسوية أبدعت فيها فارسات من مختلف الأعمار في تقليد دأبت عليه أسر المنطقة. روبورتاج مصطفى السعدوني وتحرير لعمر أجرار. بشرى النباتي فارسة شابة تجري آخر الاستعدادات قبل الالتحاق بمجموعتها التي تشارك في مهرجان تبوريدا بعين خلوية نواحي الرباط في دورته الرابعة. تبوريدا ما بقاتش كتمارس فقط عند الرجال بل عند النساء حتى هما، لأن في الأول كانت عيب البنت بانها تركب، ولكن دخلنا معاهم في هذا الميدان ومشينا، يعني مشينا بواحد الطريقه المتميزه، يعني في المغرب كامل تقريبا اي جهه ولات فيها صربه. المهرجان يشكل فسحه لساكنه قرى المنطقه وله رمزيه خاصه لدى النساء اللواتي اقتحمن هذا المجال. يشرفنا نشاركوا في هذه الدورة ديال تحت شعار تبوريدا النسوية رياضة وأخلاق، وحنا فرحانين الحمد لله مجموعين بيناتنا احنا خواتات وخوت. هكذا يبنى الخلف وفق تقاليد أهل المنطقة المرتبطين بالفروسية أبا عن جد. وقبل الختم، من بين أبرز ما ورد في مسائية هذه الليلة بسهريج سواني بمكناس، ترأس اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن افتتاح الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، والذي يعرف في نسخة هذه السنة مشاركة نحو 1500 عارض من 60 بلدا، وذلك تحت شعار الفلاحة رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القادم. نهاية المسائية، منا لكم أجمل التحية والتوفيق.